حياكم الله واهلا وسهلا بكم في مشوار برنامج متداول الذي يبدا معكم الان في جوله جديده وبحث وتقص جديد لاهم واخر الاحداث والفيديوهات الرائجه والمتداوله على تلك المنصات التي نشرت تلك المقاطع. سنبدا بعناوين تلك الاحداث المتداوله. دعائي عليكم لا ينقطع، العلامه احمد الكبيسي غاضبا بسبب الحر، عراقي يحول غسالة ملابس إلى مبردة. النزاهة تضبط منتسبا ومسؤولا في الجمارك متلبسان بالرشوة. الغسالة من أهم الاختراعات التي خدمت النساء وأنقذتهن من عبء تنظيف الملابس وتجفيفها بشكل يومي، بل هي أيضا أنقذت العزاب أيضا من نفس المشكلة والمعاناة، حتى تنافست المصانع على تطوير الغسالات لتقديم الأفضل، ولكن لم يتوقع أحد أن الغسالة ستحل محل مبردة الهواء. هذا ما فعله هذا الشاب العراقي واسمه محمد حميد المنصوري، الذي حور غسالة ملابس كهربائية إلى مبردة وأضاف إليها الحلفة والواتر بومب لتلطف هواء الصيف الحار باستخدام غسالة خردة والاستفادة منها بدلاً من رميها أو التخلص منها. اختراع اليوم أشوفه تحوير غسالة إلى مبردة تبريد مع الفني محمد حميد المنصوري. والله خلي نلقينا نظرة، هاي شلون حورتها؟ وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. شلون حورتها هاي؟ والله يا اخوي بدل ما يغسلون بها ملابس ايه حورتها تبريد. شلون هاي حورتها؟ والله وصلت الكفر مالتها شفتها مروحة ما غسلت ثانوي. قصيتها من الدائرية، خليت لها حلفة، خليت لها سوات البوم، راح اشغلها قدامكم وشوفوني. والله خلينا نشغلها؟ احسن ما تغسل هدوم، هدوم تغسل باليد تنشر. احسن ما تشتري مبرده ب 500. ايه التبريد احسن. والله شغلها. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شوفها، وهاي التغسيل هم سويته. والله هنشوف. شوفها قام يذب ماي، قام يذب. هذا الواتر بوم هذا الاحمر. شوفها الواتر بوم قام يذب ماي، شوفها قام يذب. يا سلام يا سلام يا سلام. هاي راح تبرعون بها للموكب؟ نعم. يا الله بالتوفيق ان شاء الله. حبيبي مع فني محمد حميد المنصوري. طبعا لم يسلم الفني محمد حميد المنصوري من ألسن الناس وانتقاداتهم وتهكمهم مما فعل. امتلأت السوشيال ميديا بتعليقات ساخرة كثيرة انتقدوا من خلالها تحوير تلك الغسالة إلى مبردة هواء، وهناك من شجعه ودعا إلى دعمه والاستفادة من أفكاره وتطبيقها، فاخترنا لكم من تلك التعليقات ما جاء فيها وما جاء منها. نبدأها من تعليق لعلي الخالدي حول الغسالة المبردة. يقول علي الخالدي: طفل صيني اخترق مصرف وحول فلوس باسم أبوه عمره 11 سنة، وإحنا يقول ملابس أغسل بيدنا، يسويها شغلة ويدمر شغلة، وأهم ويدمر شغلة أهم، ولو أنت شعلك بالغسل. يعني هناك أيضا مداخلة من بسام: عادي ترى، أذكر أكو شخص بسنة 2000 كان يحور غسالات أم الهيتر يسويها سخان. تعليق من أحمد يقول: عود يعني مسوي فتشي، فضحتونا جهال بالصين من قرن يسوون ساعات بالقرى ويخترعون ألعاب ويدزوها الجهال يشتروها بفلوس. هناك أيضا مداخلة من جاسم يقول: اللي يأخذ هاي المبردة كل يوم واحد من أهله متكهرب وميت، وقبل ما يطلع الأربعينية يموت الثاني. هناك أيضا مداخلة من عبد الله يقول: العراق صاحب الاختراعات بكل شيء، مو بعيدة على اللي اخترع الكتابة والقوانين والحرف والعجلة يخترع غسالة تصير مبردة مثل ما سوى الأخ محمد. هناك أيضا تعليق من وسيم حميد يقول: الحر خلى الناس تجر طول بعرض،
وتشخط من الحر. ايش وهذا مسوي الغسالة مبردة، والمبردة شنو شغلها يعني؟ وين نوديها هسه؟ يعني هي المبردات كومة. موظفون في السلك الأمني في الدولة تقمص ولعب دور المبتز ضاربا القانون والضوابط عرض الحائط ليوهم المواطنين بأن لديه سلطة وباستطاعته فعل أي شيء لقاء استلامه المبلغ المالي الذي يحدده، ولهم ما يتمنونه طبعا بل وأكثر. فضيحة من العيار الثقيل ضجت بها منصات التواصل الاجتماعي منذ يومين لمنتسب أمني قبض عليه متلبسا وبالجرم المشهود بجريمة الرشوة، حيث استخدم دهاءه وموقعه لابتزاز وخداع المواطن، خداع مواطن صادر بحقه أمر اعتقال وفق المادة الرابعة إرهاب. تفاصيل الاعتقال وثقتها النزاهة بفيديو قصير نشاهده معا. المنتسب المرتشي أوهم المواطن وساومه وابتزه على دفع مبلغ من المال مقابل أن يسقط التهمة الصادرة بحقه وهي الإرهاب، إلا أن الأخير سارع بتقديم شكوى لدى النزاهة، وبعد تحر وتقص نصبوا له كمين وأوقعوه بشباك العدالة. المتهم المضبوط منسوب إلى وزارة الدفاع قيادة عمليات الجزيرة والبادية، وهو منسب حاليا للعمل بمديرية الاستخبارات والأمن بديالة. وفي حادثة أخرى منفصلة ضبطت النزاهة أيضا مسؤولا في جمرك أم قصر تواطأ لتهريب سيارات فارهة إلى خارج الميناء، وإن المتهم اعترف بالتوقيع على استلام العربات دون مشاهدتها أو معرفة مصيرها أو تنظيم معاملة كمركبة جمركية أو تنظيم معاملة جمركية لهذه العربات لغرض استيفاء الرسوم والضريبة عليها، مما تسبب بحدوث هدر في المال العام. هناك كومنتات ردود أفعال كثيرة في السوشيال ميديا حول قصة الرشاوي التي تقاضاها هؤلاء والتي فضحت وتم رصدها بالوثائق والأدلة. نبدأ التعليق الأول الذي صدر بحق هذه القصص من محمد الزرقاني، يقول بارك الله بجهودكم هالأيام النزاهة تشتغل صح. تعليق آخر من نمارق أحمد، هي كلها تشتغل بالرشاوي من أصغر واحد لأكبر مسؤول، عود أنت منتسب وعندك راتب فشلك بهذا الدرب وقعت نفسك بخازوق وبالعافية خسرت سمعتك ووظيفتك. تعليق من صالح ويقول صالح ونور زهير سارق القرن أشو طلع وباتفاق حكومي، لو هذا غير انداروا على الرؤوس الكبيرة ولا تتحاشوهم، بنفسنا نشوف مسؤول كبير من الفاسدين تضبط النزاهة ويتعاقب. هنا تعليق من أبو هاجر يقول كفو ينطح كفو، يجب أن تستمر هاي الحملة دون استثناء، أي شخص يرتشي مصير السجن مهما كان. قالوا عنه أصبح حجر عثرة في طريق الأهالي فاتخذوا قرارا بإزالته فهدموه، ثم تنصلوا جميعهم عن المسؤولية بعد أن أشعلوا بفعلتهم تلك فتيلة غضب شريحة كبيرة من العراقيين. نحن نتحدث عن منارة جامع السراجي في البصرة، لا تزال تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مشاهد للحظة هدم المنارة بالآليات الشفل طبعا، وبوجود المحافظ السيد أسعد العيداني محافظ البصرة، والذي ظهر في مقطع الفيديو مبتسما يبرر خطوة الهدم تلك لأجل فتح الطريق أمام الناس، مؤكدا بفيديو آخر إن الأمر تم بموافقة الوقف السني. راح الأخ عبد الخالق، اجى الأخ دكتور مشعل
قعدنا بالوقف، كانوا بعض المشايخ ما منكم موجودين او لا، ما قال الرجل، قالهم يا اخوان هل يعقل انه احنا مبقين هذا المسجد حجر عثره؟ انا يا دكتور مشعان مخول المحافظ بهدم المسجد واعاده بناء مسجد جديد. إذن أسس في عام 1727 ومنذ أكثر من عدة عقود، عقود طويلة، تعد واحدة من أقدم المنارات على مستوى العراق، ومع هذا تم نسفها وتخريبها بلمح البصر. ديوان الوقف السني من جهته وبعد الضغط الشعبي أصدر بيانا رسميا نفى فيه جملة وتفصيلا ما ذكره السيد المحافظ، معربا عن تفاجئه من طريقة الهدم تلك والتي جاءت خلافا لما تم الاتفاق عليه مسبقا، ليعود العيدان مجددا ليؤكد أنه استحصل الموافقة من الوقف السني، وأن مفتشية الآثار حال مفاتحتها بالأمر لم تجب. الدكتور العلامة أحمد الكبيسي وبكلمات غاضبة وجه رسالة قوية إلى محافظ البصرة ورئيس الوقف السني ورئيس الوزراء قائلا: دعائي عليكم لا ينقطع إلى يوم الدين. رسالة إلى أسعد العيداني محافظ البصرة، أقول هكذا بلغت بك الجرأة على بيوت الله؟ وكأنه ليس هناك حائط مائل تستعرض عضلاتك عليه سوى مسجد السراجي في البصرة. هذا المسجد الأثري الذي له رمزية كبيرة في نفوس البصريين والعراقيين جميعا، ألا يعد الله عليك إلى يوم الدين. ووالله أقول لن تجد يوم راحة بعد اليوم. وأقول لرئيس الوقف السني: اذهب واجلس في بيتك، ويكفيك عارا أن المسجد هدم وأنت رئيس للوقف السني. وأقول لرئيس الوزراء محمد شيعة السوداني: ما شاء الله على حكمك الرشيد، مأذنة تاريخها 3 قرون تهدم وأنت رئيس للوزراء. حسبي الله ونعم الوكيل، دعائي عليكم لا ينقطع إلى يوم الدين يا أيها المجرمون. وكأنه ليس هنالك حائطا مائلا لتستعرض عضلاتك عليه سوى جامع السراجي، موبخا مهددا بعقاب من الله وغضبه. فتح الشيخ أحمد النيران على كل من تجرأ وهدم بيتا من بيوت الله بحجة توسعة شارع أو أي مشروع آخر، والذي يعد هو المتجاوز وليس المنارة أو الجامع القديم. ردود أفعال كثيرة نددت بهذا الحادث، حادث إزالة الجامع، إزالة هذا المسجد التراثي القديم أو الأثري القديم، ومطالبة محاسبة المسؤولين على تلك الفعلة، مع ضرورة الحفاظ على ما تبقى من إرث العراق والعراقيين. هناك تعليقات كثيرة، طبعا اخترنا نماذج من تلك التعليقات التي ستظهر على شاشة من خلفي وسأقرأها لكم بعد أن يظهر التعليق الأول. وهنا تعليق من محمد الربيعي يقول: القصة وما بها أنهم يحاولون محو التاريخ، تاريخ العراق وحضارته، ومن هدم منارة الحدباء بالموصل هو نفس اللي هدم منارة جامع السراجي بالبصرة، لا فرق أبدا، والأيام ستثبت ذلك. هناك أيضا مداخلة وتعليق من جابر البصراوي يقول: قرار ناجح، جامع بنص شارع مأذي الناس، ليش تزعلون؟ وبعدين وين بعهد الإسلام كان أكو حضارة وإرث؟ تعليق آخر من وجدان: شلون يخلقون فتنة طائفية والبلد ما يتحمل الفتن؟ ضاقت عيونكم على بيت الله حتى تهدمون منارته على مود شارع؟ وين تروحون من الله؟ هناك أيضا مداخلة من سالي العبادي تقول: دول العالم تحتار شلون تبحث لها على آثار، أما إحنا بالعكس نخرب ونهدم وما نعير أي اهتمام لا للآثار ولا للحضارة. العراق مع الأسف.
تعليق من عصام يقول ما يفيد التبرير، المحافظ والوقف في البصرة مقصرين ويجب محاسبتهم. هناك أيضا مجموعة من الأحداث المتداولة والرائجة على منصات السوشيال ميديا، نبدأ بعناوينها أيضا. منتسب في البيشمركة يعيد 5 شدات مفقودة إلى صاحبها، سببه الاستهتار، سباق لسيارة تشارجر ينتهي بحادث مروع. تلاوة جماعية للقرآن الكريم ردا على حرق المصحف في السويد. استهتار ولا مبالاة، رعونة، تسرع، سمه ما شئت، خروج عن الذوق العام أو الأخلاق في موضوع قيادة السيارة، كان كل ذلك سبباً رئيسياً في افتعال شابين لحادث سير مروري جماعي مروع من بغداد شارع فلسطين، وقعت الكارثة. سائقان يستقلان عجلات نوع تشارجر دخلا في منافسة حامية بينهما، تمثل ذلك بسباق خطير سريع على الشارع العام فجراً، وفجأة وإذا بأحد هذين السائقين المتنافسين المتسارعين يفقد سيطرته أثناء قيادته تلك العجلة، وحدث ما كان متوقعا ومحظورا بل وأكثر. هل هي رعونة؟ طبعا بالقانون أكو كلمة رعونة، السياقة برعونة واستهتار. ما يستحق أنه تحكمون عليها الحكم اللي نص عليه القانون والحبس؟ ما تستحقون. حادث هذا اليوم ساعة 3 الصبح أخوان، بالثنتين وستة وخمسين دقيقة، بشارع عام منطقة ميسلون باتجاه دار الأزياء. ما راح نرضى، صدقوني أخواني، يعني هذول ما أدري، أنا أخاف أتجاوز بالإعلام وأحكي لو أني وأنزل عليهم، ما أقدر أفقد أعصابي، ما أقدر. ليش سببتوا الأضرار؟ ليش أذيتوا عالم؟ ليش بسبب الرعونة مالتكم دا تسابقون؟ والله يا سباق هذا، وتفلشون العالم، شوفوا الرماشات مال اللايتات من هنا، دا تسابقون بيناتهم، باعوا هذا برنجت، باع المقرود الخايب، باعوا السووا بي هنو بجو وين؟ على هاي السيارة. خلي نعيده، رائد ياسر بالبطيء حتى شوية أحمى آني همين عليهم، زين خلي نعيده. لاحظوا المسافة، جيت دا تسابقون، ما تستحون على نفسكم، ما تخافون الله، باعوا. شباب من مين طالعين؟ البابا جايب لك السيارة حتى تتسابق بيها أنت، دي الله. لاحظوا هذا دا يمشي حتى بالمسار المصري، وين إجا؟ شاف الرماشات وين يروح؟ لاحظوا ها إجا هذا دعامة، فلش والله على موت صاحبه لا يغلبه، دفاعه على صاحبه، دمر صاحبه، والثنين تلاقوا يا حبايب واحد باسلاخ وجوي هنا بضربه ويا سيارة ضربه الانترا، اي ها هم ضربه وهاي السيارة الانترا الواقفة. ما تستحون على نفسكم، انت اللي سلمت السياره، اللي اشتريت السياره، او هو ما ادري اشتغل وجاب السياره، ما خفتوا الله؟ مو عيب عليكم؟ الناس تضررتوها ليش؟ لو واحد ميت بالحادث تظلون تدقون تلطمون، والله يا ريت الجرمه كان، عيب بابا، عيب ابنائي، عيب. انتوا دشون سمعتي ايش قد شريحه من عندكم عندهم سيارات شارجر ومعتزين بها ويسوقون بادب، تريدون تسابقون روحوا ديك الساحات موجوده باب غريب ما ادري وين موجوده الساحات، روح سابقوا هناك، طلعوا هاي الملاعب مالتكم، مو تستهترون براس العالم، عيب. هذا الحادث ادعو الله انه ما يكون اصابات، لكن هذا ابو جيب الرنجت شنو ذنبه؟ لازلت اقول شنو ذنبه؟ دايمشي المقرود بطريقه، هسه واحد يقول وش دعوه عصبيتك يعني ما صار عصبي، لنفرض انا ابو الرنجت ما صار عصبي، اجاوا له منه ربكود، هذا يرمشته منه وهذا يرمشته منه، وين يروح؟ يلا وين يطي وجهه؟ يلا باع. حضنات باسم الثنين ويا قالوا لنا نعتذر عن هذا التقصير الغير متعمد، لا والله متعمد، وانتم مستهترين بالطريق. جنون سائق تشارجر لم تستم منه مركبة الجيب التي كانت تسير بأمان الله وسط الشارع، ولا عجلة الألنترا المركونة بجانب الرصيف، فمن شدة السرعة في لأجل أن يفوز في السباق تصادم صاحب السيارة تشارجر بسيارة الجيب وأيضا الألنترا المتوقفة، ك
كذلك مع رفيقه سائق التشارجر ليتسبب بصدام قوي جماعي لأربع سيارات كما شاهدنا وكما هو موضح في مقطع الفيديو من خلال هذه اللقطات التي رصدتها كاميرات المراقبة في الشارع. طبعا اللواء المروري السيد عمار وليد الخياط لم يتمالك نفسه كما شاهدنا، وغضبه أيضا من شدة هذا الحادث وما شاهد، فانفجر غاضبا موبخا سائقي التشارجر لارتكابهم تلك المخالفة المرورية. والحادث الذي كاد أن يفجع به عوائل الجميع ممن هم بداخل هذه السيارة من السائقين لولا لطف الله. طبعا هناك ردود أفعال وكومنتات كثيرة في السوشيال ميديا أيضا جاءت حول قصة هذا الحادث المروري الذي وقع في بغداد كما تشاهدون. نبدأ التعليق الأول من جبار العمكي، يقول في تعليقه: المفروض تسحب منهم إجازة السوق هاي إذا كان عندهم، وتعمم صورهم على السيطرات وبعد يحلمون يركبون سيارة. تعليق آخر من حسين يقول: ما يفيدوا ياهم الحكي، فلوس وعدهم، فشنو المانع يرجعون يتسابقون مرة لخ وهمين يتسببون بحادث. المرور لازم يعرض الإجراء القانوني المتخذ بحقهم حتى يصيرون عبرة لغيرهم. تعليق من سعد سيقول في تعليقه أو ما كتبه: السعد وعد يقول ناس مستهترة وتتسابق بالشوارع الداخلية بلا أي خوف على أرواح الناس، الغرامة غير كافية، يجب أن يكون سجن مع التأديب. تعليق من علي المنصوري يقول: أبو السيارة السوداء اللي بالسايد الوسط يستاهل وابو زايد، لان دا يمشي على الخطوط ما ماخذ السايد الوسط بشكل صح ولا مشغل اشاره حتى ينتقل للسايد الاسرع. ايضا هناك مداخله من ميثاق السلماوي يقول: دور المرور في بقيه الدول سحب اجازه السوق ودق منع خوفا على ارواح الناس، بس بالعراق تائهة. شرطة إقليم كردستان العراق وبالتحديد مدينة دهوك محافظة دهوك تحتفي بمنتسب في البيشمركة بعد تصرف نبيل قام به، فما الذي فعله وما هي القصة؟ هناك فيديو متداول على منصات السوشيال ميديا يظهر فيه منتسب أمني بعدما عثر على مبلغ من المال بداخل مصعد في إحدى البنايات، يعود ذلك المبلغ أو يعود ذلك المكان لإحدى المجمعات السكنية. وطبعا يحلم كل شخص بالعثور على المبلغ المالي الذي عثر عليه هذا المنتسب الأمني، لكنه لم يقرر أن يحتفظ بالمال لنفسه ولم يطمع به على الإطلاق، بل قرر هذا المنتسب البحث عن صاحب المبلغ المالي المفقود ومالك المال الشرعي والحقيقي لتسليمه المال وإعادته إلى صاحبه الحقيقي، وهذا ما حدث فعلا. طلب رسي جويون أبرو إيفوري أبي جنجي كوبيش مرجي قهرمان سروكوتيو هرمي بيوان ديب مكير ودود ديور كرنكو کوش مکی مازن پاره کو 5 دفترین دلار یا کو 5000 دلارین دیتین ال شقن نزار که اکثر پشتی پیوان دیپ میکر مجی اپریکا پلیس نهلانا گونه باریان و سینگه ها خبات ال نزار که هاولو بزاف کردن کو ابگهی نخودانی خوش حالی و دیار بکو خودانه و کاک معازه نکه دائم دست خوشیل برای هیجا ابی پشمری قهرمان که کیوار محمد کن دست پی که دیده خواست جکن، یعنی تا چو دیت نفره چو بو و چو ال تکر که دو خدای زور اینی پشمری هم ال هیزا تایی بتا ایک از شعر که خلاص بوم دائم مال چون من مسعید دا افکش می پاره می دید 5 دفترین دولاری نه از هاتم چون مال من اکثر تلفونا وحدا خو کرد که از چپ کم چنکم گوتم من پولیس ها پیف حسینه.
$50,000 أمريكي، يعني 5 شدات. هذا هو المبلغ، هذه قيمة المال الذي وجده المنتسب الأمني بالصدفة بداخل مصعد في منطقة نزاركي بالمدينة، وبعد بحث وتحري استطاع الوصول إلى صاحب المال المفقود، ثم عاد المبلغ المالي كما شاهدنا إلى صاحبه. تصرف لا يخلو من الشهامة والمروءة والأمانة والنبل والأخلاق، بالتأكيد نال ثناء العراقيين عربا وكردا من الذين تابعوا مقطع الفيديو المتداول والمنتشر على منصات السوشيال ميديا، والذين ثمنوا عمله البطولي وأمانته بعدد من الكومنتات وردود الأفعال والتعليقات. اخترنا لكم من تلك التعليقات ما جاء منها وما سيظهر منها، ونبدأ تعليق من صفوان يقول من تعليق لإيرت، هذا ليس تعليق القصة هذه، هناك تعليق لصفوان سيظهر على الشاشة. على العموم يقول صفوان في تعليقه: جعلها الله في ميزان حسناتك وكثر الله من أمثالك يا أصيل، أبطال البيشمركة أينما يكونون يصبحون مصدر للثقة. إذن بعد تلك القصة التي تابعنا من خلالها إرجاع المبلغ المادي، هنا قصة أخرى. تقترب درجات الحرارة في هذا الصيف من 60 درجة مئوية في بعض المناطق في العراق، أما في مصر فقد وثق شاب مصري مقطع فيديو وهو يقوم بقلي البيض معتمدا على حرارة الشمس، ثم قال الشاب في مقطع الفيديو قال إن درجة الحرارة وصلت إلى 47 درجة مئوية، ثم وضع المقلاة مدة نصف ساعة تحت الشمس على الأرض، طبعا الشمس حارقة، ثم أظهر الفيديو الشاب وهو يقوم بكسر البيضة كما تشاهدون ووضعها بداخل المقلاة، وثم قام بطهي البيضة على حرارة الشمس وألف عافية. 47 درجة والقلاية في الشمس علشان أقلي بيضة. دلوقتي الشمس عمودية زي انتم شايفين كده، شمس عمودية، ودلوقتي هبدأ أقلي البيضة. البيضة بتقلقت معانا، درجة حرارة الشمس عالية جدا. القلاية بقالها نص ساعة في الشمس، شوف البيضة دلوقتي وقت بتقلق. فيديو قلي البيضة لم يقنع الكثيرين من المتابعين الذين شككوا بمصداقية صاحب مقطع الفيديو، وأولهم عبد الله المصور. طبعا على الرغم من أن صاحب مقطع الفيديو أكد أنه ترك المقلاة تحت أشعة الشمس الحارقة لنصف ساعة فقط، ثم أضاف الزيت ليخفق بعدها البيضة وهي تقلي وكأنها على النار مباشرة، في حين كانت هناك آراء، ردود أفعال، تعليقات تدعم صحة ما جاء في مقطع الفيديو، وهناك من شك. نبدأ تلك التعليقات من هذا التعليق الأول من إيرث كوين يقول في تعليقه: مصر 47، معقولة نفس الكويت؟ وإلا أهو بالكويت الفيديو. تعليق آخر ومداخلة من حبيب يبدأ بضحكة طويلة ثم يقول: كل سنة بالصيف نشوف الكل يطلع ويسوي بيض، والأخ حاط زيت الكرة الأرضية كلها بالطاوق، مسوي أزمة زيت. تعليق من تحسين الشمالي يقول: بالعراق من زمان سويناها.
وطقينا البيض بالطاوة وعدناها كم مرة. هسه اللي تطورنا نشوي التكة بالطار مات البيض ساعة بثلاثة الظهر. هسه يلا وصلتكم سالفة البيض. تعليق آخر من عارف يقول هسه يطلع محمي الطاوة على الطباخ وطلع برا ذب الزيت قدام الكاميرا وعلى أساس الحرارة من الشمس. أنا مرة سويتها أشو ما صار هيك مع العلم الحرارة 50. هناك تعليق من ليلى تقول بالبصرة الحرارة وصلت 60. يا معودين راح نموت والبيض أسهل شيء ممكن ينشوي بالشمس. إحنا هسه اللي نشوينا بمكان البيضة هاي والله اللي يستر. ردا على حرق المصحف الشريف في السويد وثق مقطع فيديو متداول قيام الآلاف من أبناء الجاليات المسلمة بالسويد بتلاوة القرآن الكريم على الملأ. ويوضح مقطع الفيديو المتداول تلاوة الآلاف القرآن الكريم بشكل جماعي في مدينة مالمو بالسويد والدعوة إلى ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام ورفض التطرف بكل أشكاله ومنع انتشار قيم التعصب الفكري والمذهبي والديني. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تداول رواد السوشيال ميديا مقطع الفيديو هذا الذي رصد تلاوة الآلاف من الجاليات المسلمة في السويد لآيات من القرآن الكريم وأكدوا على ضرورة تبديل القوانين في السويد بما يمنع من الإساءة إلى الأديان والدين الإسلامي تحديدا ومنع تكرار ظاهرة حرق القرآن الكريم ومنع اعتباره جزءا من حرية التعبير عن الرأي. في حين كانت هناك تعليقات ردود أفعال كثيرة اخترنا لكم ما جاء فيها ونبدأ بتعليق أحمد الذي قال حول هذا الفيديو. يقول أحمد اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مداخلة أخرى من أم جهاد تقول إذا حرق كتاب فهناك ملايين الكتب فالحمد لله على الإسلام ونعمه. هناك أيضا مداخلة من أسد غالب يقول دولة قانون تحترم حرية الأفراد ومعتقداتهم. كل الحب للسويد. تعليق من رفيق حنا يقول تقدر بقى أقلية غير مسلمة تتلو صلواتهم هكذا في شوارع دولة عربية؟ طبعا لا يمكن. تعليق من وليد شامل يقول هذا أحلى وأعظم رد على حرق القرآن وبلا المظاهرات والتهجم على السفارات. قراءة القرآن كافية وفيها عظمة الله. هناك أيضا مداخلة من عاصف نور الدين
ألاحظ التعليقات فيها كم كبير من التهجم على الدين الإسلامي والمسلمين من قبل الوجوديين الملحدين والتبرير للسويد فعلتهم تلك. إذن وصلنا بكم إلى ختام برنامج متداول لهذا اليوم. هناك مجموعة أخرى وقصص متداولة على منصات السوشيال ميديا، سنقوم بمتابعتها ورصدها وجمعها والبحث في تفاصيلها ووضعها أمامكم جميعا يوم غد إن شاء الله بنفس الموعد في حلقة جديدة من برنامج متداول. إلى اللقاء.